السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتوا مع الصحه مزيان؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، بصحه جيده. اليوم جيناكم فيديو جديد على قناه اثواب حرير دبي. ان شاء الله دخلنا واحد التشكيله ديال الكريب جديد. دابا ان شاء الله باذن الله غيجي العواشر ديال شعبان ورمضان وان شاء الله ديال العيد. اللي تيبغي وجد هكا جديد بات على تيساع، تبارك الله. كيف تنقول لكم دائما كنجيبوا هكا التويبات اللي يصلحوا ان شاء الله للربيع والصيف. هذا الكريب محفر شي حويجه زوينه وزواقه جديده، والتويب ديالو نازل، التويب ديالو حرير كيجي نازل والنوعيه ممتازه. يعني غير تصبني وتلبسي شي حويجه كاليتي. كاين هذا اللوين، هذا البلوسي السماوي، تبارك الله. دخل هذا الكريب التشكيله ديالو مزيونه، تبارك الله، فيها شي 30 لون. قلنا شاركوها معاكم، مرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي تابوناو عندنا جدادين، والهلاي خطاكم علينا. وان شاء الله باذن الله دائما تنقول لكم بكم غادي نبقاو، الهلاي خطاكم على التشجيعات ديالنا اللي كتكتبونا في لي كومونتير، وان شاء الله بكم ان شاء الله باذن الله غادي نبقاو. كاين كذلك هاد اللوين اللي دارج على الموضه، حتى هو مزيون كيجي، ومن ناحيه لاكاليتي كتجي نازله. شي حويجه كديوها على حسابي، وهذا الثمن ديالو كيدير 150 درهم التفصيله، 2 متر ونص على متر و 60 في العرض. هذا المنكب ديالو وافي، يعني المراه الا كانت غليظه راه يجيها. ومن ناحيه لاكاليتي كيف قلت لكم شي حويجه زوينه، تصبني وتلبسي ان شاء الله باذن الله. التيوب ديالو كيجي نازل، وهذا الكريب كيف قلت لكم في السابق الكريب المحفر كيجي مزيون، التيوب ديالو نازل صيفي. كاين كذلك هذا اللوين، هذا البلوروا حتى هو كيجي مزيون هذا اللوين هذا. ومن ناحيه الزواقه جات فيها نويمات صغيورين، كاين اللي معزز عليه داك الزواق الوراضي، وهذا كيجيو هادو مزيونين، زواقه جات فيه مزيونه. ومن ناحيه الثوب كيجي نازل خفيف الربيع والصيف ان شاء الله. كاين كذلك هذا اللوين، هذا البلوسيل مفتوح، داك اللي وريتكم في السابق سماوي، هذا هو اللوين بلوسين مفتوح. كاين كذلك هذا اللوين، هذا الاورانج فلاشي اللي خارج دابا طوندونس، اللوينات ديال الربيع والصيف ان شاء الله. هاد اللوينات كيجيو مزيونين صيفيين، تبارك الله. كاين العشاق ديال هاد اللوينات هادو اللي فلاشي كيجيو ليهم قصدين، تبارك الله، كيديو لهم. كاين كذلك هاد اللوين هذا، هاد اللوين كاين العشاق ديالو، تبارك الله، كيجي حتى هو مزيون. ومن ناحيه هاد الثوب هذا كيجي نازل كيف قلت لكم في السابق، وكيصلح قفطان اولا جلابه، والثمن ديالو جد مناسب، 150 درهم التفصيله كامله، فيها 2 متر ونص على متر ونص في العرض. ومن ناحيه الجوده كان كما كنعطيكم الحمد لله الجوده الممتازه باش كنكسبوا الكليان والثقه ديال الكليان الحمد لله. كاين كذلك النوار سيد الالوان، حتى هو كاين العشاق ديالو، كاين تبارك الله اللي ملبس شي جلابه كحلا بحال ما لبستش كاع الجلابه. كاين العشاق ديال النوار كيجي مزيون، حتى هو الجلابه ديالو سيد الالوان، وحتى الزويقه ديالو مزيونه صغيوره كتجي، ماشي ديك الزواقات اللي كيجيو كبارين. من ناحيه الثوب شي حويجه زوينه، كيجي نازل الثوب ديالو. كاين كذلك هذا اللوين، هذا الفيردو، نتمنى يكون التصوير واضح واللونات يكونوا باينين لكم كيف ما كنشوفوا حنا على الواقع. تبارك الله، هما اللوينات كلهم كيجيو فنين، والولاد اللي خارجين دابا طوندونس. تبارك الله، التشكيله ديال هاد الزواقه هادي ديال الكريب محفر ديروا فيه تبارك الله 30 لون، اللوينات كلهم مزيونين اللي كيخرجوا. هذا الفيردو. كاين كذلك هاد اللوين، هذا المارو، حتى هو هاد اللوين هذا كيجي مزيون. هاد اللوين هاد المارو، مارو شيكولا، حتى هو كيجي مزيون، كاين العشاق ديال هاد اللوين هذا. ومن ناحيه التوب كيف قلت لكم دائما كيجي التوب ديالو نازل ديال الربيع والصيف ان شاء الله. كاين كذلك هذا اللوين، هذا البلونكاسي، كاين تبارك الله اللي كيجيو على هذا اللوين مقاصدين الحاجات، كاينين العرايس اللي باقيين تيبغيو يديروا هذا اللوين هذا. والله يحيد ربي علينا هذا الوباء، وان شاء الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. كاين كذلك هذا اللوين، هذا غري كلير،
هاد اللون هذا كيتخيط بالكرونه كيجي مزيون هاد اللون. كاين كذلك هاد اللون هذا الغوز بيبي مفتوح، اللون ديالو بارد مفتوح. كاين كذلك هاد اللون هذا الغوز كاشيري مفتوح، حتى هاد اللون هذا كيتخيط بالكرونه كيجي كيحمق. وبالنسبه لهاد الثوب هذا يمكن لك بغيتي تخيطي بالرندا او بالبرشمان او بالطنز التيري سوي ديالو مشكور كيجي مزيون نازل. كيف ما عودناكم عند اثواب حرير دبي دوبك كنعطيكم الجوده الممتازه باش كنكسبوا الكليه الحمد لله والثقه ديالكم الحمد لله. كاين كذلك هاد اللون هذا الكرونه البوردو ديالو حتى هو مزيون هاد اللون هذا. كاين كذلك هاد اللون هذا جاي مخضر، هاد اللون جديد عاد داروه جديد. نتمنى يكون التصوير واضح بارك الله. هاد اللون كيجي مزيون مخيط. كاين كذلك هاد اللون هذا الطوب كاشيري مغلوق. كاين هاد اللون هذا قلب بنانة كيتعيط له قلب حموصة معروفين هاد اللوينات هادو كل واحد شنو تيسميه. كاين كذلك هاد اللون هذا البلو مارين كاين هاد اللون هذا باج كريمي لون الكراميل حتى هو كيجي مزيون. هاد اللون هذا كيتخدم حتى هو بالكرونه كيجي مزيون اولا بالبلو مارين. شوفوا هاد اللون هذا مع هاد اللون كيتخيط كيجي مزيون. كاين كذلك هاد اللون هذا الفيغ بيستاش فلاشي كاين العشاق ديال هاد اللوينات لي فلاشي كيجيو مزيونين حتى هما ديال اللوينات ديال الربيع و الصيف. ومن ناحيه كيف قلت لكم في السابق الجوده الممتازه التويب ديالو كيجي نازل حرير ليصلح الثوب ديال الربيع والصيف ان شاء الله. كاين كذلك هاد اللوين هذا الجون بوسان نتمنى يبان ليكم ولات مفتوحين بزاف ما كيبانوش في التصوير لو جون بوسان. وكاين كذلك هاد اللوين هذا الموف موف اوفيرجين حتى هو كيجي مزيون اللوين ديالو تبارك الله دخلوا فيهم التشكيله ديال الوناس مزيونين. وكاين كذلك هذا اللون هذا الكاشيري مغلوق حتى هو اللون ديالو مزيون. وكيف قلت لكم في السابق زواقه ديالو الموتيف ديالو مزيون صغيور اللي ما عزيزش عليه داك الزواق بزاف ولا هذا هذا كيجي مزيون زواقه ديالو صغيره. مهم البنات كانوا هادو هما الونات كاملين اللي شاركت معاكم تبارك الله فيهم الونات مزيونين هاد هاد السيفه هادي وهادي تبارك الله. كيف قلت لكم في السابق راه فيهم 30 لون وكل لون بالديغرادي ديالو يعني لون راه ما كيشبه لون. بالنسبه لهاد راه بلور ومغلوق وهاد راه بلور وكليغ شويش عليه الونات تبارك الله كلهم كل لون بالديغرادي ديالو كاينين تبارك الله المحل عامر بالتويبات. وكونوا بان دابا ان شاء الله نبقاو نشارك معكم تويبات. وبالنسبه لهاد الزواقه هادي عاد دخلتنا البارح كنت نشاركوها معكم. وشكرا لكم البنات بزاف لهلي خطيكم اللي كتكتبوا لنا لي كومونتير مزيونين. ما تنساوش تضغطوا على لي جيم باش ان شاء الله بالتشجيعات ديالكم